يقول السائل: ما حكم من صلى إلى غير القبلة وبعد مرور يوم على هذه الصلاة تبين له ذلك، فهل عليه قضاء هذه الصلاة؟ إن كان في البلد أو عنده أحد يخبره عن القبلة وتساهل وفرط فعليه الإعادة، أما إذا كان في بر ولا عنده أحد يبين له جهة القبلة واجتهد وتحرى وصلى، صلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة لأنه فعل ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو فعل ما يستطيع، صلى واجتهد، صلاته صحيحة. قيل: ونزل في ذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت في قوم مسافرين اجتهدوا وتحروا القبلة وصلوا، ثم تبين لهم في النهار أنهم إلى غير القبلة، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أما الإنسان الذي في البلد عنده المساجد والمحاريب وعنده الناس يسألهم ولكنه فرط ولم يسأل، فهذا يعيد الصلاة لأنه تساهل، ليس له حق أنه يجتهد لأن عنده علامات القبلة واضحة، ما يحتاج إلى اجتهاد، يذهب إلى المسجد يشوف المحراب أو يسأل من حوله من المسلمين عن جهة القبلة